وعلامة مميزة لكل أهل محافظة دمياط، من أجمل وأشهر وأقدم مساجدها. بيقع على ضفاف النيل رغم أن اسمه ارتبط بالبحر، له تصميم خاص ومتميز، بني على الطراز الأندلسي، ورغم أن شكله بيبان جديد لكن ليه تاريخ كبير. جامع وصف دائما بأنه لم يهجر. نحن الآن تحت قبة مسجد البحر، ملتقى المصلين بدمياط. الجامع اتبنى في عصر المماليك الجراكسة، وأطلق عليه الجامع الزكوي على اسم الشيخ الزكوي، من المتصوفين اللي جاؤوا لدمياط خلال حكم السلطان الأشرف سيف الدين قايتباي المحمودي الظاهر الشركسي، أحد سلاطين دولة المماليك البرجية. احنا الآن في أشهر وأهم جامع في محافظة دمياط على الإطلاق، وهو جامع البحر. الجامع ده لما نيجي نبص لإسمه هنلاقي الموقع بتاعه كان له حظ في التسمية، نظرا لوقوعه على الضفة الشرقية لنهر النيل، وكان أوقات المصلين للوضوء كانوا بينزلوا مباشرة للنيل يتوضوا ورجعوا يصلوا في الجامع تاني. نحن الآن في أجمل وأشهر وأكبر مساجد دمياط على الإطلاق. هذا المسجد له تاريخ عظيم عبر العصور، فقد أنشئ هذا المسجد العامر في عهد المماليك الجراكسة، وكان يسمى بالجامع الزكوي نسبة إلى الشيخ الزكوي، وهو أحد المتصوفة الذي جاء إلى دمياط في عهد السلطان الأشرف سيف الدين قايتباي المحمودي الظاهري، أحد سلاطين المماليك البرجية. المسجد يقع بوسط مدينة دمياط وبمنطقة ميدان الساعة، وهي من أشهر الميادين بالمحافظة. بني على مساحة 1200 متر مربع، له جدران مزينة بأروع النقوش الإسلامية. الفكرة في جامع البحر إن مش هو بس مجرد جامع، ولكن المعمار المسلم في تشييده للعمائر الإسلامية كان بيشيدها على أساس إن هي فكرة معمارية أو مجموعة معمارية كاملة. يعني إيه مجموعة معمارية كاملة؟ يعني بتأدي أكتر من وظيفة في نفس الوقت. بنلاقيها بتأدي وظيفة الصلاة كجامع أو كمسجد، وفي نفس الوقت ممكن تأدي وظيفة المدرسة في تدريس العلوم الشرعية أو العلوم الفقهية أو حتى علوم اللغة. ممكن تعدي على محافظة دمياط من غير ما تزور وتصلي بمسجد البحر الصرح العظيم، فهو واجهة يقصدها كبار المشايخ والأئمة لما به من مكتبة ثقافية ودينية كبيرة. والمسجد أيضا كان ملحق به قديما مكتبة ثقافية ودينية، وهي الآن مكان المكتبة معهد لإعداد محفظي ومحفظات القرآن. وفي السنوات الأخيرة من سنة 2016 ألحق بالمسجد مركز للفتوى يتكون من 4 أئمة أعضاء، منهم إمام المسجد. المسجد شهد محاولات عديدة للتجديد، كانت البداية للمرة الأولى عام 1009 هجرية الموافق 1600 ميلادية في عهد الحكم العثماني، ثم أعيد تجديده وبناؤه للمرة الثانية على الطراز الأندلسي عام 1967. تم تشييده في نهاية عصر المماليك الجراكسة. بعد عهد الجراكسة تم تجديده في الفترة العثمانية، وده اللي التاريخ فيها واضح ومؤكد لنا وفقا للمصادر الموجودة عندنا، وهي سنة 1009 هجرية بما يعادل القرن 16 الميلادي. وهذا المسجد بعد العصر المملوكي له عدة تجديدات،
فأول تجديد لهذا المسجد العامر كان في عام 1009 هجرية، وذلك في الحكم العثماني، وأعيد بناؤه على الطراز الأندلسي على مساحة 1200 متر مربع. هذا أول بناء وتجديد للمسجد. أما الثاني فكان في عام 1967، وأعيد بناؤه وتجديده على نفس هذا الطراز الأندلسي الذي نراه. ثم كان الترميم الثالث وافتتح في ليلة الإسراء والمعراج عام 1418 هجرية 1997 ميلادية. المسجد بيعتبر تحفة هندسية معمارية بتعكس فلسفة الطراز المعماري الأندلسي، واللي بيظهر بشكل كبير من الداخل في النقوش النباتية البديعة والألوان الرائعة وزخم الزخام. الموقع الجغرافي للجامع جعله من المساجد الرئيسية لكل أهل دمياط، مزين بأروع النقوش الإسلامية وبخمس قباب ومئذنتين. الوحدة الجمالية في المسجد مرتبطة تماماً بالطراز الأندلسي. ليه؟ الطراز الأندلسي بيعتمد على الزخم، كتر الزخارف، جمالية انتظام الزخارف، المنطق الرياضي لنظم وعلاقات الزخارف. مفيش مكان الشيطان يقعد جواه. ليه؟ الزخرف جنب الزخرف، مساحة الفراغ صغيرة، ودي من أهم حاجة موجودة في الطراز الإسلامية. أول ما هدخل المسجد من باب من بره بلاقيني بمنتهى البساطة ببص على ثلاث عقود بصلية متشالة على ست أعمدة عالية ليها سمة جمالية. أدخل من الباب ألاقي عيني بتلف بدون توقف في المسجد، بشوف القباب رهيبة. طب عندي خمس قباب في الخارج باينين، من جوه عندي تجويف القبة مليان زخارف، جمالية لا متناهية. كل واحد ماشي شايف في فيزابيليتي حقيقية للمأذنة، عليها هلال، شكل الهلال الدائري، القطاع بتاعه بيقع في اتجاه القبلة. يعني أنا وأنا برا المسجد أعرف كويس جدا أفهم القبلة فين. إذن أنا عندي مأذنة تشير للنهار ومأذنة تشير إلى الليل، عندي خمس قباب، كل قبة من القباب ديت بتشير إلى أحد الصلوات الخمس. كل القيم التصميمية الإنشائية في الفن متوفرة في هذه الزخارف، متوفرة في منظومات التصميم، من تكرار وإيقاع وترديد وحتى البارز والغائر. في سلسلة موتيف اسمه سلسلة بيدور محزم المسجد كله من تحت. احنا عندنا العقد في الطراز الأسباني أو الأندلسي عقد بسيط جدا ويسمى البصلي، شكل البصلة بالظبط عامل كده مقلوب. طب ما عملش العقد دوت من ناحية الكونستراكشن، يعني ما عملش العقد ده مقلوب ليه كده؟ لأن أنا ما ينفعش أعمل العقد مقلوب، لأنه بيرتكز على عمدان وله نقطة التقاء مدببة بتشير إلى أعلى. فكرة التوحيد المأذنتين بتوعه الاثنين مميزين بأن لهم تصميم زخرفي زجزاجي، يعني 8 وجنبها 7، 8 و7 و8 و7. طب إيه الفكرة؟ لأن علامة البحر هو تلاطم الأمواج، حركة الماء بتشير بالتدبيب بتاعها إلى المطلق، إلى اللانهائي، وتشير في العمق إلى الأرض. وكذلك اللي العلامة دي موجودة في الطراز الفرعوني، فن المصري القديم. العرائس الإسلامية قائمة على فلسفة الروح والجسد، العلاقة الدائمة ما بين الروح والجسد. لو أنا اعتبرت إن ده الفراغ ودي الكتلة، هتتقابل مع بعضيها هنا، مش هتدخل جواها. العروسة الإسلامية مصممة معماريا كموتيف له نمط
زخرفي محدد، الشكل الثابت ويسمى الشكل الإيجابي، والفراغ المقابل أو الجانبي ليها ويسمى الفراغ السلبي. نجد أن الفراغ السلبي مطابق تماما للشكل الإيجابي أو الشكل المادي. هذا الشكل المادي الحجري يمثل الجسد لأنه مادة زينا، لكن هذا الشكل الفراغي يمثل الروح. طيب اتجاه المادي ثابت على الأرض في اتجاه السماء، لكن الشكل الروحي بيجي من السماء في اتجاه الأرض، فتجد مقلوب ومعكوس هذه العروسة الإسلامية على جدران المسجد الخارجية موجودة في جميع مساجد مصر. على الرغم من أنه على الشارع الرئيسي، إلى أنك أول ما تدخل هتشعر بالراحة النفسية والحالة الروحانية والإيمانية العالية. في عصرنا الحديث المسجد تم ترميمه لمدة 5 سنوات، وتم افتتاحه في ليلة الإسراء والمعراج عام 1418 هجرية 1997 ميلادية. ومهما مر الزمان بيبقى مسجد البحر محافظ على قدسيته وعمارته النادره.